تفضل. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. اي نعم. انا احب اقول لحضرتك شكرا من كل قلبي. احب اقول لحضرتك شكرا. انت انا كنت سني 22 سنه ما تركتش دين الارهاب ده غير بسبب حضرتك بصراحه. عفوا وانا من مصر يعني احب اقول لك شكرا شكرا شكرا. عفوا بس دقيقه أنا... دقيقه واحد. أيوة. حتى نفهمك دقيقه. براحتك. شكرا على ماذا؟ عيد كلامك بهدوء لو سمحت. شكرا شكرا انك حررتني من دين السنه. انا كنت سني 20 سنه. سني 20 سنه. كل ما تعلمته سب الشيعه. حتى في شيعه في مصر يعني حاولنا نقتله يعني. كان في شيعه في المنطقه اللي انا ساكن فيها كنا حاولنا نقتله. ف انت تشكرني انه انا حررتك من دين السنه. مو وقت الآن الشبكة. أغير مكانك. حاول تكون في مكان فيه شبكة قوية إذا تسمعني. النت عندي سيء. طيب. أنا كنت بقول لحضرتك أيوة. فأنت تشكرني إنه أنا حررتك من دين السنة. ده أنا مش اتحررت. أنا كنت أقول لك بصراحة كان عندي عالي بصراحة. مستوى التوحيد كان عندي عالي. عايز أقتل ده وعايز أقتل ده وعايز أقتل دوت. فأنا أحب أقول لحضرتك الروح اللي أنا فيها الروح العقلية اللي أنا فيها بصراحة حضرتك. ريحتني يعني بصراحة. أنا الروح اللي انا خدتها من حضرتك يعني عايز اقتل دوت وعايز اقتل دوت وعايز اقتل دوت. واللي انا عرفتني عليك وحضرتك بزياده وليد اسماعيل. اللي عرفتني عليك يعني هو حاول يحارب التشيع فبيزوروا اكتر. فانا حضرتك انا عايز اقول لك ما تزعلش لو هو حارب ولا الكلام دوت. لا هو لا. كل ما بيحارب اكيد اكيد تشيعوا اكتر. بس دقيقه انت يعني جنابك الكريم كان التوحيد عندك جدا عالي. تسمعني؟ تخش متصل. سبحان الله. أشوف هذا حكمه حكم سيارة مفخخة تم تفكيكها. هذا اسمه حكم سيارة مفخخة تم تفكيكها. والله أنا قبل سنين قلت هذه الجملة. قلت السني من يطلع من دينه سيارة مفخخة فككتها. كانت على أي لحظة انفجر تطير الدنيا. شوف الرجال جاي يعترف. قضية حتى في يقول في شيخ شيعي رادوا يقتلوه أصلا. احاول يعني احاول اتصل بي لكن اتوقع في مشكله بش طيب اذا تسمعنا اذا يعني غيرت مكانك إذا غيرت مكانك في مكان به شبكة اتصل بينا لو سمحت. عاود الاتصال. مسكين كان يريد يقتل الناس كلها. يريد يقتل الناس كلها بس مسني من طبعا بعد من جماعة وليد إسماعيل فأنتم تعرفون بعد ذولا اللي خطية هذا جروا حسن شحاتة وقتلوه ومثلوا به وجروا بالشوارع يعني تعرفونهم بعد. فسبحان الله التوحيد كان عنده جدا عالي. التوحيد جدا عالي. ليش التوحيد جدا عالي؟ لأن هذا يحرضونهم على قتل الشيعة على التكفير. مو بس الشيعة هاي المساكين عندك المسيحيين الملحدين طبعا بمصر أيضا كل هؤلاء حرب ضدهم حرب قتل إجرام. تفضل. رجع. اي تسمعني؟ ايوه النت كان سيء. اي انا احب اقول لك اللي هو اللي عرفني عليك انا ما كنتش اعرف
حضرتك يعني اللي عرضنا عليك هو وارد اسماعيل. طيب والله الحمد قال لله. كل ما يحارب اكتر شخص كذاب منافق، وكان كان في نظره كنت حضرتك انت كنت عاملها معاه قصص الفيديوهات حاجه زي كده، كنت متابعها بس الكلام ده كان زمان يعني، قصص الفيديوهات لما انت قلت له انت ذكرت اي مصدر شيعي، لو انت قلت له ذكرت اي مصدر شيعي. الو اي نعم انا اسمعك. اي اي نعم اعرف في عنده فانت اتصال بي قصه، ايوه هذا ادري بي. ايوه فاحب بقول لحضرتك يعني، وده اللي احب اقول لها يعني، انتم مش شيعة، انتم رساله حب للمجتمع كله يعني. اللي بيحصل في سوريا دوت انا شلت، انا ما كنتش عايز اتكلم مع او ادخل نفسي في بس اللي حصل في سوريا اللي انتم عملتوه دوت بطل ابطال، دفعتوا عن المسيح ودفعتوا عن العلوي ودفعتوا حتى عن السني اللي كان هيموت نفسه. فالفيديو زين اللي انت عملته ده زين، فيديو بطولي. اريد بس اعرف شيء من عندك انت، توحيدك كان جدا عالي لدرجه رتم لا تقتل، اه انا فيها كان ازهري، رتت تقتلون انا فيها كان ازهري شيخ شيعي. يعني. هقول لحضرتك هقول لحضرتك آه، بس الكلام ده كان قديم يعني، ابن تيميه كان عامل كتاب في الرد على المبتدع يعني، طيب قال لك ان ايوه قال لك ان الشيعي دوت لو استمر على بدعته وحاول ينشر بدعته يعني القتل يعني، واي حاجه قتل. خلي بالك حضرتك يعني عندهم يعني في حديث صحيح مسلم قال لك ومثلا قاتل الناس اشهد ان لا اله الا الله، وقال لك ايه كنتم افضل امه خرجت للناس تاتون بالناس والسلاسل في اعناقهم حتى يعتنقوا الاسلام. الله الله الله. وفي برضه احاديث كثيره يعني، والعائشه ديت ما حد يستلم منها، كل مشاكل الدنيا والمرة ديت، طيب انت انت مشاكل الدنيا والمرة ديت. انت ايوه توحيدك، انت انت سمعتني عيد وليد جيت عندي، توحيدك كان قوي 100 100 صح؟ ده مش ايوه مش عارف ارد على روايات عائشه، عفوا مش عارف ارد على روايات، مش عارف انا ارد على روايات عائشه. اها انا يعني انت استسلمت، انصدمت من عائشة، استسلمت للامر الواقع، استسلمت انت استسلمت للامر الواقع اتصلت ان بي عائشه هي سابقا مجرد. ولا اتصلت بي سابقا ولا فقط تتابعني من خلف الشاشة؟ لا بتابعك، كنت بتابع حضرتك، طيب ما اتصلتش بحضرتك قبل كده. طيب فبس كده محدش سلم منها. وقابلت يهود، في حديث كمان قابلت يهود قالت لهم السلام عليكم يعني، دي اخلاق يعني، دي اخلاق مرات الرسول يعني، دي اخلاق مرات الرسول تقول له السلام عليكم، دي اخلاق واحده يعني. ومعلش يعني بتقول لك كنت بمسح المني وبعمل مش عارف، مش عايز اتكلم في المواضيع دي عشان في نساء بتتكلم يعني تبعك، في نساء بتتكلم فمش عايز افتح في المواضيع دي قوي، لان انا لو فتحت في المواضيع دي ماليش اخر. فاهمني؟ طيب انت ما تواصلت مع شيخ سني مع وليد يشرح لك هاي الروايات؟ والله انا تواصلت مع شيخ مسجد اي فقال لي، قلت له فقال لي انت بتجيب المصادر دي منين؟ انا كنت بتابع حضرتك من زمان جدا. طيب ها؟ طيب اتصلت مع شيخ مسجد يعني كنت صغير في السن 17 سنه. فقلت له معنى المصادر، المصادر بتاعتك دي، فكان تخين يعني قوي. فقلت له قال لي انت بتجيب الكلام ده منين ومش عارف منين ايه؟ قلت له انت تعرف تجاوب ولا لا؟ قال لي ده كلام كفار، رافض كفار مش عارف ايه. فمره واحده بتقول قال لي اسالك مش هسالك تاني. قلت له قال لي انت بتجيب الكلام ده منين؟ قلت له بص حضرتك مش في 10 مبشرين بالجنه؟ قلت له اه. قال لي اه. قلت له انا رقم 11. جري ورايا جري ورايا. ومش هقول لحضرتك حاجه برضك عشان ما انساش النقطه دي، كنت عايز اقولها برضك، انا شفت جسمك وانت بتلعب رياضه يعني، وشفت جسم وليد اسماعيل، فهو ده الفرق ما بين دين السنه هو ده الفرق هو ده الفرق والله كل ما ببص على الصورتين الاقي اقول هو ده الفرق ما بين دين السنه. فاحب ده رساله حب يعني منكم، انتوا ابطال وانا اعتذر. ده كان في شيء انا مش عايز اقول اماكن يعني، في شيء كنا الحمد حاولنا لله نقتله، الذي أنقذك، الحمد في شيء لله. حاولنا نقتله، في شيعة، في شيء في مصر، في شيء مصر يعني كان متشيع، هو حاولنا نقتله ونحبسه يعني، حاولنا نأذيه يعني، هاي في زمن بس هو مرسي، عملنا في زمن، في زمن مرسي. مش عايز اقول تفاصيل اكتر اها حضرتك اها عشان اي اي لا انا بندم، انا كل ما بسمع عن الموضوع انا بندم اي اي وبندم لا اعرف اعرف لا وبسيب لا عائشه اعرف اكتر اعرف صح صح وبسيب عائشه اكتر يعني، بسيب عائشه ايوه. انا عايز اقول لك ان انا بقيت يعني مش شيعي، انا دلوقتي متدين على الشيعه اكتر لاني بسيب اكتر من السلطه، متدين عنكم. ايوه وبعدين ايه دوت يعني، دين يعني خطر على الناس كلها وخطر اي على خطر نفسهم كمان اي يعني، والله خطر على والله نفسهم خطر يعني. اي خطر ايوه
وليد ده ما هو الا مجرد واحد داعشي كان في المسلمين جد. اي نعم والله اي انا صح لو شفت اديله على فجري، ما مش هحب من اي حد يعني. وكمان حضرتك بيدعي مش عارف للجهاد، مش عارف في سوريا، ويدعي مش عارف الجهاد. طب ما فلسطين قصادك ايه؟ لا والله مش عارف، دعوه توحيديه يبوظ سوريا. ما فيش دوله دخلوها وسط قريش يقتلوا وخربوها، هات لي دوله دخلوها غير وخربوها. باكستان، افغانستان، مش عارف مين، حتى العراق كانوا مش عارف حاجه اسمها سكايبر ولا حاجه زي كده، اي مجزره سبايكر عندنا في اي الشام. نعم اي نعم اي نعم صح ايوه ده كانت مشكله في مصر يعني ايوه وصلنا كانوا عاملين يهددوا يعني ايوه. وفي ايوه في مصر عامل مجزرة في الشيعة. انا عايز اقول لحضرتك اللي هو اللي اتذكر في التلفزيون سيد حسن شحاته دوت، ده اللي اتذكر في التلفزيون بس، لكن لا الشعب يعني. انا كنت اعرف واحد متشيع، انا بقول لك حاولنا نأذيه وحاولنا نقتله. فبس اللي حاولت اقوله يعني، انا اعتذر يعني، لا اعتذر لو بالعكس لا شتمت لا الشيعة مرة، اعتذر. كل ده بسبب بنت المرة الوسخة عايشة، كل ده بسبب بنت المرة نكسة. يوه فبس كده نكسة اي والله نكسة انا تعبت صدقني، انا تعبت يعني. انا التوحيد تعبني، التوحيد جاب لي مرض نفسي والله صدقني. انا كتبت على كتبت على الجوجل تعبت، كتبت مرض التوحيد والله انا تعبت يعني. عايز اقتل ده وعايز اقتل ده، عايز اقتل النصراني وعايز اجعل مش عارف سبيل وعايز افجر دوت. يا اخي ده عندنا فتوى، الازهر كنا عاملينها فتوى انك معلش يعني اتكلم كلام يعني عادي ولا في حدود؟ لا لا اي اي كمل لي توسع خرم تيزك قنبله جوه، وتوقع المرأة بقى مش عارف توسع قصتها عفوا المرأة لا لا دقيقة دقيقة لا أخي المرأة الكريم توسع حاول 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 لو سمحت حاول تستعمل مصطلحات أفضل من هاي لو سمحت حاضر. أول ما سمعت لا ما سمعت حاول أنت المرأة تقصد على فتوى توسيع الدبر اللي موجود عند ايوه السنة فتوى أي الدبر أي وفتوى نعم توسيع أي هذا الدبر أعرفه هذا أعرفه متكلم بيها من زمان وما أي نعم كتب نجاح في اي حاجه معلش الناس دي. وكتب الاكرام كمان، الاكرام اللي كان موجود في فتح الباري، فتح الباري في شرح صحيح البخاري على ما اظن ان لم اكن مخطئ يعني الجزء الخامس، قال لك ان المراه ممكن تستخدم المرأة أيضا عجيب ايوه المراه ممكن هاي تستخدم المرأة هاي أول ايوه. مرة أمر عليها عن المرأة أنا اللي أعرفها فقط الرجل السني لا المراه ممكن تستخدم، المرأة أيضا ما شاء الله المراه ممكن نعمة تستخدم فضيلة الحمد لله ايوه. وبيقول لك ان الاطفال الصغيرة اسف الكلمه يعني لا خلاص خلاص بعد لا تكمل خلاص 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 الحمد لله الذي انا بقول لك، هداك الحمد انا لله بقول الذي لحضرتك هداك انا بقول الظاهر لحضرتك فعلا انت كنت مستوى عالي انا التوحيد عندي، التوحيد فجرني والله والله التوحيد فجرني. ف والله عايز اقول لحضرتك يعني الشيعة ما هم، انا الشيعة ما هم الا ابطال حرب في العراق الحمد لله الشهادة السنة دول، توحيد وفي سوريا كمان، وفي سوريا انت بيتحرك. انت مشاهدني كيف انا استعمل التوحيد واقول سنقتلنك ولنصلبنك هذه ترى هي مصطلحاتهم صح لو انا غلطه ايوه هي بس انا، مصطلح بس انا ليا سؤال حضرتك. وانا انا يعني هو القران يعني دوت انت حضرتك بتقول يعني هو محرف ولا انا مش فاهم يعني. لو انا دلوقتي شايف ان التشيع فكره صح، انا شايف ان التشيع فكره صح، طيب فانا بحب اقرا الكلام دوت، طيب فابدا منين؟ شاهدت محاضرة بداية التوحيد؟ لا شاهدها اكتب بداية التوفيق اي اكتب باليوتيوب ثلاث تمام. ساعات بس هو كان عشان اكون سؤالك برضك، وبين حركات الشيعية اللي تبع خامنئي ديت، عشان مش فاهم عفوا حركات الشيعية اللي تبع خامنئي ديت. حلقات ما اسمعك الحلقات ام ماذا قلت؟ فصل لا ما سمعته كثير من كلامه ترى انا ما اسمع انا شوي صوته بعيد عني ايوه تسمع ايوه بقول الحركات الشيعيه التي، الحركات الشيعيه دي يعني الحركات الشيعية ايوه يعني هذه خلها بعدين 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 انت الان خليك في العقيدة فقط بالكتب هاي بعدين انا كنت عايز اقولها بس اخويا يعني انت خليها انت الان خلص من القضايا العقائديه وبعدين نتكلم بالحركات جيد
تمام. شاهد محاضرة بداية التوحيد واتصل بي غدا حتى اناقشك. ماشي يا هلا بك. اي تفضل. حتى المولى من خلال برنامجك اتمنى السني مهما انت حددته هيفضل مني. السني لا وفاء ولا عهد ولا مصداقيه ما بينهم. لا مصداقيه ما بينهم، دول عباره عن نواهش وحراميه وكذابين. بس كده لا امان ولا سلام ما بينهم. لا تثق فيهم مهما حصل، مهما قال لك احنا اخوات ودين واحد وكل الاول. اعرف اعرف ادري ادري. بس كده انا لو حبيت يعني والله حبيتك يعني انا يعني مش اعرف اعرف ادري بيهم اعرف اعرف. شكرا لك. في حاجات انا في حاجات كنت عايز اتكلم عليها اكتر يعني، بس كتب يعني وحاجات كنت عايز اسمع عن الكتب وقصص يعني كده يعني عن اكل ايوه تفاصيل اكل ودبح ومش عارف ايه ايوه واللي حصل في ممكن ممكن شويه تقرب المايك او ترفع صوتك. اللي حصل اي اللي حصل في اليهود اللي كانوا في الجزيره دول كان اسمهم بني اللي هو اللي ما طلعوش رعانه دوت كانوا بيقتلوه. زين شنو تقدر تروي لنا ايش ماذا فعلوا؟ ما اريد اقول كلمه ماذا فعلت بس انت تعرف للمسيحيين في مصر. انا اتكلم عن انا شخصيا؟ لا لا يعني ممن تعرفهم على هذا الدين اللي انت عليه. لا ويد احنا حدا. انا عن نفسي كنت بفكر انا عن نفسي. صوتك صار بعيد صوتك صار بعيد. انا عن نفسي هي. على دين التوحيد لما كنت على دين التوحيد هي. كنت بمسك طوب برنامج الكنائس. كنت ايش؟ امسك طوب اكسر امسك طوب حجر حجاره 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 اكسرها على الكنائس اكسرها على الكنائس اكسر جزاز نسيب ايوه والقول اختصار باطل وبتاع والله هو اكبر توحيد توحيد بس توحيد. وكنا لا ده احنا عملنا ده عملوا كتير لا لا ده عملوا كتير كتير مش عارف في كنيسه فجروها و... هي واحد يخش هو يجاهد واخرى احرقت. هاي الحرب طبعا دائما يستعملون هذه كتير. هاي الانابيب كتير. هذا الانبوب اللي يكون فيه نفط هو موتول نسيت إيه؟ شنو اسمه ايه مولوتوف على ما اعتقد اسمه يمكن مولوتوف إيه. مولوتوف ايوه 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 لا ده كتير ده كتير ده كان بيحصل بالذات في القاهره واسكندريه قرب صوتك قرب صوتك قرب صوتك بالذات بالذات في القاهره واسكندريه التوحيد كان بيبقى عالي قوي هنا فاهمني كل ما التوحيد عالي فاهمني الانفجارات تعلى التوحيد ينقص تبقى مسالم تبقى حبيب الناس ايه كلها تحبك كل ما التوحيد يعلى كل حاجه تعلى معاك فبس كده اختصار واكبرتهم على الاسلام يعني يعني اقول لك ايه امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله فان فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم واموالهم هتقول ايه هتحاول تناقش بني ادم زي ده ازاي هتحاول تناقش بني ادم زي ده ازاي الله ايوه و ده اخر حاجه ده اخر حاجه كنت اقولها يعني و سكريش انا فعلا بشكرك 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 وانعمك وانعمك واحب اقول لحضرتك حاجه ما تجيش مثلا كلب زي وليد اسماعيل دوت لان وليد اسماعيل دوت لا ده احنا ما محترمينه اخي هذا اصلا ما محترماني انا عرفتك بسببه وان شاء الله هتشيع بسبب حضرتك هو خليك هو عايز اقول لحضرتك حاجه التشيع اذا حاربته امتد التشيع اذا حاربته هذا تركت امتد ايوه ايوه هو كده كده هو كده كده ايوه ايوه في كتير في مصر يعني بيتشيعوا في كتير مصر بيتشيعوا على اي اي في كثير اي نعم اعرف اعرف بس كده وورد اسمه ده كمان عن واحد قذاره ارهابي بس خلينا نضحك عليه يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه يعني هو دوت لو يعني خليه موجود يعني هو لو ما ضحكناش عليه نضحك على مين لا هو لازم حتى يصير توازن ايوه يعني لازم نضحك برضك شوف اقول لك كلمه مضحكه بريطانيا من في سنه من السنوات تقريبا 1950 1940 كانوا يعانون من كثره الصقور صقر هذا الصقر ايوه 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 أي. كانوا يعانون في كثرة هذه الجزيرة هي بريطانيا جزيرة كان بيها صقور بطريقة جدا عض كبيرة فايش سووا ضربوا بدوا يقتالون طلعوا قرار انه احنا لازم نقلل عدد الصقور صقر او شاهين ما اذكر بالضبط بس هو واحد من هذه الطيور الجارحة فبدأوا يقتلوهم قتلوا 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 حتى وصلوا ما اعرف كم 200,000 قتلوا ما اعرف ايش قد وراها بعشر سنوات 20 سنة تفاقمت عندهم أكبر مشكلة إلى الآن تأن منها الدولة والشعب وهي كثرة الفئران والجرذ في بريطانيا
كثرة. حصلت في الصين برضه، الآن الآن كل الشعب البريطاني يشكو من كثرة الفئران والجرذ، والجرذ هذا الحجم الكبير في بريطانيا معروف، يقولون أصلاً هم عندهم جو قبائل وشعوب ما تقدر تتدخل بيناتهم، الفئران والجرذ هنا. هذا إيش سببه؟ سبب القضاء على الصقور. فهم إيش سووا؟ قالوا خلونا طلع، طبعاً طلع قرار ثاني من بريطانيا، قالوا الآن نقضي على الفئران. هذا القرار الثاني وقفته لجنة، ماذا قالوا؟ قالوا إذا ندخل في القضاء على الفئران راح تطلع لنا فئة ثالثة أيضا لازم نقضي عليها. فقالوا إيش نسوي؟ قالوا نوقف الموضوع، كان من المفترض ما نترك نقتل الصقور وتطلع الفئران حتى يبقى توازن بيئي. فمرات الوسخين الزبالة القذرين تحتاج وجودهم بالحياة من باب التواصل. لا أنا بس يعني أنا بس عايز المثال قوي يعني أنت لو هو لو أسمعنا عملت كنت نضحك على مين؟ أي هو أي توازن البيئة أحسنت. أي الدنيا هتبقى ضغط الطالة زيها ومغرفة يعني. الحمد لله، الحمد لله الذي هداك. هنيئا، انا فرحان بك يا اهلا بك، يا اهلا ومرحبا. انا بس انا حط بحضرتك حاجة اللي انا يعني لا ديني يعني، بس اعرف اعرف ادري انا لا ديني، بس اهم شيء ان يعني انا شايف كمان حاجة، يعني انا شايف ان البعض اللي هو عمر بن الخطاب لما حصل بدعة الصفراء دوت، والله انا عن نفسي يعني انا مش تبع الدين، بس انا عايز اقول لك ان انا لو شفته مش عايز اقول لك هعمل ايه. والله اخلي الجهاد يطلع من حته ثانيه، اخلي الجهاد بص والله ده عندهم جهاد، كان في جهاد انا عايز اقول لك اسمه، اللي هو بيقول لك اللواط اللي هو بغرض الجهاد حاجه زي كده، اللي هو هي. المجاهد لو تعبان يعني ممكن ينك اي نعم اي يلوط ممكن يحاول السيطره على انت عندك معلومات جدا قويه، بس حاول السيطره على مصطلحاتك جيد. انا طب انا اعمل ايه يعني؟ هو كتبه كده اعمل ايه؟ اعرف لمصطلحاته قويه، واحنا كل احنا جالسين نستفاد من عندك، يعني جالس تنقل لنا واقع انت عشته، فهي جدا نقطه مهمه. فتفضل يعني اتكلم، بس حاول تستعمل مصطلحات الطف جيد احنا نفتهم. تمام، في كتاب اسمه فؤاد الايك، مش عايز اكمله عشان مش عايز اكمل الاسم. أي. في معرفه اصول اي جيد طيب زين اي اللي هو قول نبيهم في صحيح البخاري للرجل. ايوه، وفي كتاب كمان للسيوطي بس مش فاكر اسمه، كان اسمه النكاح حاجه زي كده. طيب في كتاب للنكاح، الاخ واحد قوي دقيقه الاخوه يشكون من صوت. انت حاط هيدفون، حاط سماعات؟ ايوه. طيب افصلها والله معلومات قيمه قسم بالله، افصلها كلمني بالها. اتكلم الان؟ اتكلم ايوه بتكلم اهو. اي الان جيد. اي تفضلي. انا كنت بقول لك انا حضرتك في كتاب للسيوطي كان النكاح حاجه زي كده، ونكاح الطريقه السليمه، الطريقه النبويه السليمه لنكاح المراه والبهيمه، ده كان اشهر كتاب يعني، ده كان بيطبع في القاهره عادي. طيب يعني عندهم جواز بالضروريات نكح البهائم، هاي اعرفها. ايوه في جواز انا مش عايز اتكلم في حاجات اوسع، في حاجات اقذر بس مش عايز اتكلم انا يعني. قال لك اللي هو لو في مش عايز اتكلم، او اللي انت ممكن لو اي صنم تبع كفار قريش مش عارف كفار ايه اي تحفر به اي نعم تضع فيه او اكتب حتى على جوجل في اولش في الصنم اي نعم في اولش في الصنم هتلاقيها طلعت لك اولش في الصنم ده يعني حطه على طول اي واللي هو تكور بطيخه تكوير البطيخه انت ممكن لو كان عندك زياده يعني اي نعم هاي ايضا من فتاوي تجيب بطيخه ايوه تجيب بطيخه ويعني مش عايز اتكلم بعديها تعمل ايه انت يعني. انت المجاهدين اللي كانوا في مصر ما وصلوا لهذا الليفلين، عندهم موحدات صح؟ عندهم انا عايز مش عايز اتكلم على انا لو اتكلمت معاك هديك مصطلحات اوسخ. لا انت حاول انطيني خلينا نستفاد من المعلومات بدون مصطلحات اوسخ جيد. انا كان عندنا كان في واحد يعني انا كان ساكن عندنا يعني في منطقه مجاهد وكده يعني، بس هو كلهم في بريطانيا اللي انا مش عارف هو مخلف نص عياله في بريطانيا، نص عياله في بريطانيا يعني. هذا مذيع ايه؟ مذيع مقدم برامج مش عايز اذكر اسمه، بس هو لا نص عياله في بريطانيا، نص عياله في بريطانيا. طيب ينشرون عن التوحيد هناك، التوحيد هناك ينشرون التوحيد هناك يعني. زين ايوه المهم يعني عايز اقول لحضرتك انا بالشقه شقه التوحيد يعني جامد، التوحيد النسائي جامد،
كل يوم الاقي بتاع 7 نسوان يخشوا عليه، كل يوم الاقي 7 نسوان 8 نسوان يخشوا، يلقحهم ويرجع، يلقحهم ويرجع، بيزود المجاهدين يعني. ففي حاجات يعني انا قذره يعني، ناس قذره وناس وسخه، ناس زباله. قلت كده بس حضرتك تاني، انا جبت كل اللي في اخر منهم يعني. هذا اللي وفي تتكلم كتاب عنه أنت صاحب لحية بيضاء على كرسي صح؟ ايه؟ هذا اللي تتكلم عنه قبل أيام مسكوا ابنه مال محشيشة صح؟ لا ده واحد تاني أها اللي ابنه ابو حشيش سكن، بس فرض الفرج سكن فرض الفرج يعني مش بعيد عني. فالمهم يعني كانت التحركات اللي يعني اللي يفكرون بها إنه هي تحويل مصر إلى دولة مسلمة موحدة ده تقيم تحويل. بص حضرتك العرس دوت كان اسمه ايه؟ غير اسماعيل كان انا ما اقدرش اسيطر على نفسي لا واسيطر لا على خذ الثوره راحتك المسلمه. خذ راحتك، هيك مصطلحات لا بأس بها بس العرس دوت اي طب انا اعمل ايه يعني؟ بعد اذنك يا استاذ امير، استاذ امير خدني على قد حالي، انا لا لا دلوقتي لا واحد لا انا والله اسف جالس اسف انا الكلمه اضحك لا ماشي ماشي اسف الكلمه، انا دلوقتي واحد حمار، واحد بيقول لك انا لولا الدين كنت نكت امي، تقول له ايه؟ بامانه بامانه، واحد بيقول لك انا لولا الدين كنت نكت امي، تقول له ايه؟ كنت ركبت على امي السهل. هذه صارت هو قال كده؟ اشهر هذه ايوه اشهر قال لك انا هذه ايه؟ اشهر كلمة صارت لوليد اسماعيل ايوه بيقول لك انا لولا قبل ايام الدين كنت نكت امي. ايوه قبل ايام فخلينا نضحك يا ابني، خلينا نضحك. قبل ايام شفت صورة ضحكت عليها اني ايه كاتبين قال المفكر الفرنسي مثلا ان الحياة مثلا صدفة تعدي بليلة مثال جا صدر مثال مثلا، وقال ايوه العالم الصيني ان الحياة نفس طيب وطعام طيب وحياة أبدية مثلا، جو ايش حاطين؟ حاطين كاتبين وقال المفكر وليد اسماعيل لولا الاسلام لنكعت امي ده كمان ده قال لك انك ممكن هي واحد هاي بس اللي حتى هو اوضح للجمهور دقيقة دقيقة اخواني، تذكرون علي البخيتي الملحد من اجى تناظر وياي؟ تدرون انتم وليد دائما هو يروح عند اي شخص انا اناظره، يعني حاول يعمل هاي الحركات الصبيانية ما عنده احترام لنفسه. فهو ايش سوى؟ راح تواصل مع علي البخيتي بعد ما خلصت انا وياه مناظره، طلب من عنده مناظره وين؟ على تويتر. فراحوا سووا مناظره بتويتر. فالملحدين اجتمعوا، شلون اجتمعوا علي تذكرون؟ وما اعطيتهم اي لزمه. راحوا اجتمعوا على وليد اسماعيل. ويا من؟ مع من؟ مع علي البخيتي. فجروا كلام منا، جابوا كلام منا، اجى كلام منا، الى ان وصلوا النقطه هي هذه. انه مساله نكاح المحارم، هو وليد هو نكاح طرح هذا الموضوع. قال الاخ علي البخيتي قال له انت تقدر تنكح امك، تقدر تنكح بنتك. فعلى ما اذكر انا هو المقطع موجود يمكن حتى باليوتيوب. فعلي البخيتي جاوبه قال له لا المساله يعني المساله مشاعريا انسانيا انا ما اقدر اسوي هذا الشيء. فرجعوا هم ردوا عليه السؤال. قالوا له انت يا وليد يعني انت لو كنت ملحد تنكح امك؟ قال ايه انا لو مال الاسلام انكح امي. صارت ترند يعني بوقتها، يعني قالوا انه المش مهندس وليد اسماعيل يفكر بامه الليل والنهار كله، يفكر بخواته بعماته بخالاته كل اللي يفكر بيهم، بس يذكر نعمه ربنا نعمه النبي صلى الله عليه وسلم نعمه الصحابه يتذكر. بس هو قال يعني قال هاي الجمله اللي خلى الملحدين كلها شالت روحها وطقوها بالارض. قالوا انت يعني الاسلام لازمك؟ قال ايه. وبالنص طبعا في فيديو صوره وصوت إليهم بالمناسبه، مره واحد اتصل بي في فيديو موجود صوره وصوت، قال له انت لو مال الاسلام تنكح امك؟ قال له ايوه حنكح امي. اها رجع هو الظهر فصل الاتصال عنده. اي تسمعني؟ تسمعني الو، اخي؟ اي تسمعني؟ ايوه سامع حضرتك. اي 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 تفضل كمل الان استنى بس كمل. عشان في فرق، انا فاتح من على اليوتيوب والصلاح زق في اليوتيوب عشان في فرق. لا لا اترك اليوتيوب لان يتاخر البث يتاخر، خليك معي. طيب ايه الان كمل كلامك. اي فاحنا وين وصلنا؟ والله احنا وصلنا لحاجات كتير. لا انت وصلنا عايز احنا ليش جينا على وليد ونكاح الام على الاساس انه ايوه ده كان انا في فيديو كمان بس هو حصل تقريبا حاجه زي كده، قال لك ان هو ممكن لما امك عادي حاجه زي كده، اللي هو ابو حنيفه يعني الائمه الاربعه كلهم. قال لك ايه؟ الشافعي كان عنده مشكله في اتكلم. طب ولا ما انت مش مديني فرصه؟ ما انت لا لا يا اما اتكلم براسي. لا انت الشافعي انت بس كان عنده اسالك مشكله في سؤال، المؤخره.
انت كنت طالب علم صح، طالب شريعة؟ اي انا الولد عندي كان ازهر يعني. المهم فبس كده انا اي معلوماتك بس رهيبة، كمل. لا لا ايوه انطلق انطلق انطلق، بعد ما راح اتكلم والله انطلق. بس لا لا شنو؟ لا تتكلم عادي، لا بس تتكلم هن عادي يا استاذ. اثنين، بس هن انت اثنين، هن اثنين. ذكر ايه؟ الرجل، ذكر الرجل وفرج المرأة، قل هو بهذه الكلمة. ذكر، إذا ردت تمر من هذا الموضوع قل ذكر الرجل أو فرج المرأة. جيد؟ تمام. انطلق. وفي حاجة أيوة، في حاجة يعني تعرف إن الحرية، مية معلش يعني في الكلمة، طب دي أولى إيه؟ مؤخرتها مين؟ مؤخرتها مين يعني؟ أنا معلش يعني إذا عايز أبقى خليفة يكيفها يعني. طب أنا مش عارف، أنا طيب هلا خلاص، انت بينفع؟ عبر هاي النقطة، لا انا عبرها عبرها. زين، سؤال اسألك سؤال. أيوة انتم حضرتك. كان التفكير، طبعا هو التفكير السني اللي الان اللي على الاساس انه على مصر كلها، لو كان من المفترض يتم الدخول الى بلدان اخرى. انا عايز اقول لك، بص، هو عايزين يفرغوا يعني الشيعة من الشرق الاوسط. الشيعة التركيز الاول كان على الشيعة يعني قبل عافية. النصارى يعني. النصارى بس التفكير كان على الشيعة اكتر بكتير. مهم. التفكير كان على الشيعة اكتر بكتير يعني. فهو ده يعني للدول تانية طبعا، بس مصر كانت اكتر عشان الشعب كتير. في مصر كانت هتاخد وقت يعني، في مصر يعني هتاخده عشان الشعب كتير، فاهمني؟ اي نعم. بس هو الان يعني السيسي تقريبا قضى على الاخوان بطريقه جدا قويه، لكن ايوه حصل. ايوه في اخبار الان ما تبشر بخير، بدات الان تصير لهم عوده ترى. في الاخوان اي للاسف. والله، هو سيسي احسن، هو سيسي احسن هو بصراحه اعرف بكتير. لا اكيد. هو لو رجعوا بص، هو اقول لك حاجه، السيسي عمل نظام عشان اشكال وليد اسماعيل يعني. قال لك اللي هيقرب، قال لك هتعمل معاه بمنتهى العنف. اي نعم اعرف. هي دي الطريقه اللي تنفع معاهم بصراحه، هي دي الطريقه زين اللي تنفع معاهم. زين. الآن الأزهر يعني هو كمدرسة ايوه الآن هو ما ظاهرا ما متشدد، هو بالسر بالداخل متشدد. متشدد بس كاره للسلفيه، عفوا، متشدد كاره للسلفيه. كاره متشدد كاره للسلفية. ايوه بس دلوقتي يعني عايز اقول لك يعني دلوقتي سيسي يعني اقول لك ايه، اي اعرف لعب بيهم لعب. مسح حاجات من الكتب، حاجه زي ادري كده، مسح ادري. حاجات من الكتب اي يعني. اعرف. ايوه بس كده، اشتغلهم فهو شغل كويس قوي. يعني. اي اشتغلهم شغل قوي. اي اعرف اعرف. ايوه ده وليد اسماعيل كان منزل بوست قبل كده، قال لك اللي هو لازم يتظاهر ضد السيسي، حاجه زي كده، يتظاهر مع ضده وبتاع. الكلب مسح التغريده بعد مش عارف ربع ساعه، حاجه زي كده، مسح التغريده. فبس كده، فاديهم كوبل يعني. عايز اقول لك حق بصراحه، المفروض انت هم لو طالما هم الاقليه ف بيتمسكنوا، فاهمني؟ طول ما الاغلبيه بيوروك وش التوحيد. اي نعم. اي هم ما دام اغلبيه يروح وش التوحيد. شنو ف اكثر شيء عجيب عملوه امامك يعني من دين السنه؟ انا في حاجه كثيره، في حاجه كثيره. انا مش عايز اتكلم عن المواضيع دي لانها محبطه. انا شفت في، مش عارف صندوق الزباله عندكم كبير ولا، احنا عندنا صندوق الزباله بيبقى حي. فعايز اقول لك انا مش صعب من المنظر، انا اقول لك لقيت مسيحي موجود جوه يعني، مقتول جوه، حاجه زي الله كده، أكبر. مسيحي مقتول جوه يعني. وفي اللي بيخطفوهم يجبروهم على الاسلام بقى، وانت عارف القصه ديت، يخطفوهم يجبروهم على الاسلام، فاهمني؟ هذا طبعا زي اللي حصل مع أنا ما أريد، زي أنا ما اللي أريد أسألك، أنا ما أريد أسألك أي سنة، بس الآن هذا باع مستمر إلى الآن بالسر ولا لا؟ لا 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 لا. بس فهمك. اوقات بيعملوها، بس الدوله مالهاش علاقه، اوقات بيعملوا، بس الدوله مالهاش علاقه بالموضوع يعني. شويه ولاد وسخه مش عارف ماسكين واحده مسيحيه اغتصبوها بتاع، الدوله مالهاش علاقه، فاهمني؟ الدوله مالهاش علاقه، فاهمني؟ الو، لا لا فاهمك. اعرف اعرف الدوله مالهاش علاقه، فاهمني؟ الدوله مالهاش دخل بالموضوع يعني. في ولاد وسخه جهاد زياده، لكن الدوله مالهاش دعوه يعني. لو اتعاملت عليه بقى يعني هيدوا التوحيد يعني، هيدوا له جرعات نقص توحيد، فاهمني؟ اي فبس كده. انا مش عايز اتكلم، بس انا كان قريب يعني من عيلتي كان ضابط في الجيش وكده، وكان بيقول لي يعني، بيقول لي احنا، عارف عشماوي؟ اي عشماوي ده انا تم اعدامه. مش، انا عمي كان راح ليبيا يقبض عليه، مش انا عمي كان راح ليبيا يقبض عليه وبتاع. فبيقول لي عارف كومبريسور الهواء، ضغط الهواء، طيب قال لي كنا، بس في الكلمه بس هتبقى صعبه، بس لازم اقول الفاظ عشان اعرف اوصف.
كومبريسور الهواء، الفتحه بتاعت كومبريسور الهواء يحطها في فتحه القضيب، ده اللي حصل معاه. قال لي بدانه فرقعت. ده اللي حصل معاه. قال لي حطينا فتحه الكومبريسور الهواء في فتحه. ليش سووا له هذا الشيء يعني؟ ليش؟ ايه؟ ليش عملوا له هذا الشيء؟ عشماوي، عشماوي ده ارهابي، واحد ها ارهابي. ها ها ها، يعني مو بس عدموه. لا ده حاجات اها في حاجات بتحصل قبليها، في حاجات بتحصل قبليها. قال له جبنا كومبريس، قال لي جبنا كومبريس الهواء حطيناه في بالي بالي بالي. الخشيتين تفنجروا، انت هذا الخشيتين تفنجروا. هو إيه؟ طبعا طبعا الصنف الموجود الان هو الصنف هذا عشماوي. ايه الصنف الموجود؟ صنف عشماوي الصنف، قصدي الصنف السني اتكلم الموجود الان في مصر، مو كلهم. هو بص، هو اقول لك ايه، متمسكن دلوقتي، هو صنف متمسكن خامل، يعني عامل زي خلايا خيال مخامله. اي نعم، خلايا نائمه. خلايا احسنت، سرطانيه خامله خلايا نائمه. اي تنتظر احسنت. اللحظه اي الى عمل الثوره، تنتظر اللحظه. خلايا سرطانيه نائمه يعني، بس كده، خلايا سرطانيه نائمه خامل، يعني ملوش فايده، خامل ملوش فايده. اي نعم، اي نعم. والله الله يحميكم اخي الكريم. والله انا استغفر لحضرتك، انت نسيتني اقول لحضرتك كلمه. يعني المذاهب الاربعه، واحد قال لك انك ممكن تنكح امك وتنكح اختك ومش عارف، اللي هو قال لك لو من اب تاني اللي هو ابو حنيفه، والتاني قال لك انك ممكن، اللي هو المالك قال لك انك ممكن، والتالت افتلك انك ممكن لو واحد قال لك لو واحد مسيحي ماشي معاك. انا معايا المصادر للكتب دي، بس المشكله من نفس التليفون. قال لك انك لو ماشي مع واحد مسيحي، قال لك نصراني او يهودي يعني، قال لك ان انت ماشي معاه وجوعت ممكن تقتله عشان تاكل لحمه، هي ها هي. تقتله عشان تاكل هي لحمه. هذه مسلم. هذه موجودة ترى بكتب الأزهر بالتدريس. ايوه. بس انا مع، انا مفز المصادر ديت، بس اي فتره ومر على فتره كمان انا، اي صارت عشان انا على لحظه بفتكر الكتاب بس جاي على دماغي. المهم، ف لما فكرت كان بندرس في لحظه اسمه المجاهد الصغير، حاجه زي كده، كنا بندرس اسمه المجاهد الصغير. اي كتاب دعدوش كده، كتاب شالوه دعدوش. شالوه هذا ولا بعده؟ انا ما اعرفش النظام دلوقتي، بس تقريبا نشروها عشان مش هيسمعوا بحاجه زي كده. اي مش هيسمع. فالاخبار دي طبعا جايه على اعصاب ولد اسماعيل، يعني الاخبار دي جايه على اعصاب ولد اسماعيل جاي. لا هم معروفين، هم من ميدان الرابعه وهناك كيف كانوا يعني لعبوا. لا لهوي، ده في مدينه نصر. لا لهوي، ده كان مجزره، كان مجزره. اي ايوه، فبيقول لك ايوه كان مجزره، بيقول لك اللي احنا على متفخخات و احزمه اللي انا ناسفه. قال لك في كل واحد فينا هيفجر نفسه. لا انسى، انسى. اي ايام كانت رعب، اي رعب، اي ايام توحيد يعني، ايام التوحيد. في شيء جميل، في شيء جميل. فانا احب اقول كلمه مثلا للشيعي، مثلا انت خلي بالك، خلي بالك وحافظ على، حافظ على دينك اول حاجه، حافظ على دينك وما تحاولش تطبل للاديان، وما تحاولش تطبل يعني للتوحيد، لانك لو طبلت ده اللي هيحصل فيك. اي احسنت، نفس اللي حصل في مصر هيحصل فيك واوسخ كمان. اي احسنت، فاهم؟ نفس اللي حصل في مصر، قال لك ان معانا احزمه ناسفه وجاهزين نفجر ونعمل. قال لك، وفي حد تاني قال لك احنا معانا ريموت كنترول هنفجر الكنائس. وقال لك الكنائس، قال لك مش هيبقى في كنيسه في مصر. وقال لك في اعلان كمان اللي هو في قناه الشرق دوت، تركيا. قال لك ان ميدان رابعه، صحيح. أيوة كانوا، أيوة أيوة. كانوا صحيح، كانوا يجيبون نساء للمرابطين بالخيم. انا ما قريتش قوي في الموضوع ده، لانه مش ساكن في رابعه يعني. ما عرفت هذا الشيء، ما سامع عنه. في حاجات كثيره، هم يعملوا اي حاجه، هم يعملوا اي حاجه. اي بس اللي انا سمعت عنه اللي هو كانوا عاملين هناك، قال لك احنا هنفجر بالاحزمه الناسفه ومولوتوف وقال له كل دول واحد فينا معاه احزام ناسف، قال له كل واحد فينا معاه احزام ناسف. فبس كده. وقالوا، سمعت حاجه زي، قالوا ان المسيحي، او عملوا قانون كمان اللي هو، اسف الكلمه يعني مش عايز اقوله، بس حاجه مقرفه كانوا عايزين يحطوه، اللي هو افتكرها بس مش فاكر، اللي هو لو مراتك عملت مع حاجه واحد، يعني مراتك مثلا عملت علاقه جنسيه، المحلل. كانوا عايزين يعملوا محلل كمان. الو، اي اللي هو، اي ايوه اللي هو من غير وصف عشان الناس كلها عارفه. لو بانت منك اي، ف كانوا عايزين يعملوا محلل وجواز الصغيرات، اللي هو بيقول لك جواز 6 سنين عادي. كانوا عايزين يعملوا القانون ده في مصر في 2013 على ما اظن، اللي هو انك ممكن تنكح طفله صغيره عادي يعني، وتاخد من المسيحيات سبايا اوف 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 اوف. ايوه، ده فيها قصص ثانيه، بس
وفي تاني كنت عايز اقول لحضرتك، يعني هو هذه 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 انا ما انا ما سمع ما سمع هاي ما سامحه حرامات، هذه رادوا يسنون قانون مال قاصرات. لا سنوه سن... إيه ابحث عنه دلوقتي لو عايز. اوف ايش اكتب؟ قول لي قول لي قول لي ايش اكتب؟ ايش اكتب؟ ايه ماذا اكتب؟ اكتب قانون على ما اظن قانون القاصرات في مصر، قانون زواج مش عارف على ما اظن. استنى، هو انا قريتها قريتها فعلا، وكان موجودة كمان على التلفزيون. لحظة، زواج القاصرات في مصر، استنى، زواج اكتب 2013. ايه؟ ايوه 2013، زواج القاصرات 2013. اوف 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 لحظة أنا هجيبها. لا هي كانت موجودة وكان محطوط، اوف 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 هذا طلع لي طلع لي طلع لي هاي قناة الحرة. أيوة اكتب إيه؟ ها طلع لي اكتب زواج القاصرات 2013، ما موجودة في طيب مصر، مدينة اكتب في مصر في الآخر. اي لا لا صح طيب زواج القاصرة ثلاث اي نعم قال استاذ الفقه المقارن. طيب أرسو الا اهل طيب الظاهر احمد كريم هذا دائما هو يرفض هاي الاشياء باعتبار ايه؟ هذا. طيب دقيقة دقيقة هو اللي سن جماعة مرسي صح؟ ايه؟ أتباع مرسي هم اللي وضع هم الذين وضعوا هذا القانون. البلتاجي لو تسمع عنه، اللي حط القانون ده البلتاجي، واحد من أزرع أزرع واحد من أزرع مرسي، ومكتوب على النت. ما انت قريتها حضرتك، قريتها ولا لا؟ شنو انت وين انت وين بأي موقع انت؟ انا طبعا زواج القصيرة، اكتب زواج القصيرات في مصر. اي انا كتبت هي طلعت لي الحرة الآن. لحظة، الحرة تكلمت عن الموضوع بس شنو طلعت ايضا يعني الآراء اللي هي ضده. لحظة لحظة، لحظة اهي. اهو اهو اكتب حضرتك، سامعني؟ اي اكتب اللي هي كيف اعزز الاخوان، زواج انتشار زواج القاصرات، كيف اسس الاخوه كيف اعزز الاخوان انتشار زواج القاصرات. انتشار هتلاقي يعني مع تحليلات كثيره يعني، الزواج. وفي يعني في حاجه كنت عايز اسال حضرتك يعني اختم بيها عشان ما اكونش طولت على الحلقه. ها دقيقة هو سمعتها ولا لقيتها؟ اي اي دقيقة بس دقيقة اي تفضل ما هو سؤالك. هو مش عايز اقولها بصراحة، مش عايز اقولها عشان هتبقى، هو وليد اسماعيل ده عمره ما يقف في الكلمة، هو وليد اسماعيل عمره ما هيسأل يعني، هو هيتسبب في ان تسبب في ان ترك الاسلام، وتسبب ان غير يترك الاسلام. يعني اقول لك حضرتك ايه يعني، يعني فاشل، هنقول لك ايه فاشل يعني، مش ده اللي كنت عايز اقولها يعني. ولا ييأس، لا ييأس من الفشل، من فشل لفشل. اي لقيت حضرتك؟ شنو كان اسمه هذا الاخواني؟ انا والله نسيت اسمه دلوقتي، الان انا قلت الان ذكرت انت ما انا نسيت اسمه، انا كنت قايل اسمه، اسمه نسيت، ما انا قلت اسمه. طيب طيب مو مشكلة يلا خلص خلص تمام، فبس كده، وحب اختم باللي انا اقول شكرا لحضرتك، واتمنى ان دي ما تكونش المقابله الاخيره معاك، شكرا وكمل وانا في ظهرك. واحب اقول لحضرتك انك بس مش الشيعه بس هم اللي بيدعموك، لا انا بدعمك، والمسيحيين بيدعموك، ومسيحيين مصر بيحبوك وبيتفرجوا عليك. شكرا ولان حضرتك انت لا تتكلم مثلا، انت لما بتحارب الدين ده انت ما بتحاربش مثلا يعني، حتى في مسلمين سنه برضك بيحبوك لان يرثوا من ولاد اسماعيل يعني. مستغرب من الكلام اللي بيسمعه، هو مستغرب من الكلام اللي بيسمعه، فاهمني؟ اي نعم نكاح الام ونكاح الصغيره اي نعم ورضاع الكبير، لا ورضاع الكبير يعني مش عارف
يعني اه استنى حضرتك حاجه، يعني انا لو انا في على التيك توك انا كنت سال الواد اسمه سؤال، قلت له استاذ وليد، قال لي ايوه، قلت له انا لو قعدت مثلا في سياره تاكسي، قلت له مثلا لقيت مراتك داخله وهي رجلت معايا التاكسي، يعني قلت له ممكن تردعني؟ طيب قلت له ممكن تردعني؟ شتم بقى، فشتم بقى وبتاع. اها ما رد عليك. لا قلت لها ممكن هي تردعني في غدار كبير، اللي هو لو عشان ما تزنيش معاها، يعني بيقول لك ان غدار كبير، غدار كبير ان انت لو التقيت مثلا مره ف اي نعم اي تردعت يعني 5 رضعات وبس. مثلا الامام ابن سعد قال لك ابن ليس على ما اظن قال لك 10، وده المثل الثالث في مصر قال لك 10 رضعات، فبس كده والحويني يقول التقام الثدي مباشرة. يعني. واحد يقول لك انت هتلتقط الزاد، واحد يقول لك يعني تيمية قال لك انك ما تبصش على الصدر تمص، واحد قال لك لا انت ما تمسكش ايدك، ما تلمس ايدك على الصدر، لا ما تلمس يعني تمص بس ما تلمس. طيب على الاقل شكرا من اراء، من اراء. شكرا ف لك شكرا لك شكرا لك. أرجوك رجاءً شاهد محاضرة بداية التوحيد باليوتيوب في قناة المنتقم 3 ساعات، شاهدها بتمعن لتعرف عقيدتنا في 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 الإله وفي أهل البيت، واتصل بي معزز مكرم. يا أهلاً بك، أهلاً ومرحباً. أهلاً بك أستاذي، وأنا أفتخر بيك يا وأفتخر أهلاً، بكل شيء شكرا طبعاً لك أخليه، شكرا لك، وتحياتي ليكم وتحياتي للبرنامج وتحياتي تحياتي، لكل شيء يا موجود، أهلاً أهلاً ومرحباً. والنصيحة الأخرانية اللي هو واثق في واحد من اتنين شكرا دوت، أنا اتخدعت فيهم، أنا اتخدعت فيهم 22 سنة بالظبط، 22 سنة مخدوع فيهم، قتل الشيعة، قتل المسيحيين، قتل لهوي، جهاد نكاح، جهاد مش عارف إيه، جهاد 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 جهاد. أنت هو عملوا كم جهاد لحد دلوقتي يا أستاذ؟ عمره كم؟ عملوا كم؟ عفوا عفوا تم جهاد نكاح، جهاد جهاد نكاح، جهاد مش عارف، جهاد مش عارف ايه، جهاد مش عارف ايه، جهاد مش عارف ايه. جهاد النكاح تقريبا عمره 1380 تقريبا. ده عملوا بتاع 40,000 نوع جهاد، تعرف او 1800 ليش؟ جواز. تعرف ليش 1380؟ ليه؟ لأن أول امرأة جاهدت بفرجها هي عائشة في معركة الجمل، بينما خرجت وطلحة كان قد توعدها بالزواج بالنكاح، فقال لها كيف تخرجين من غير محرم؟ الراوي يقول فزوجت نفسها من طلحة، وهذا كان اسمه زواج نكاح، أول زواج نكاح في الإسلام. يعني عائشة أنطت نفسها جهاد نكاح حتى طلعي يجاهد في سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. وتفهم حديث كان اسمه يعني على ما اظن اخر حاجه كنت اختم بيها حديث الافك. اي انا كنت عايز اقول يعني حضرتك اللي هو كان اسمه مين اللي كان معاه، اسمه يعني نفس الكلام، صفوان كان صفوان اسمه مين اللي صفوان 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 ده؟ انا كنت بسمع روايات كنت قاريها زمان، اللي هو كان هيجان، يعني هيجان كان شاب تعبان نفس، تعبان تعبان يعني، كان اسف الكلمه العضو الذكر ساعه، كان بيبص على الناس وهم مؤخرة الستات وهي بتصلي، يعني كان بيبص على مؤخرة الستات. اي نعم اي هذه في دين السنة. طيب ايوه كان بيبص على مؤخرة الستات، صفوان ده كان بيبص عليها ومؤخرة الستات وهي بتصلي، فهو راح بصبص العائشة، فهو قاعد مع عائشة، يعني يعني هو قاعد مع عائشة وفي خيمة، يعني هيعمل ايه يعني بروح امك يعني إيه؟ وليد اسماعيل المعرس اللي جاي دافع ده، انت شايفني المثلج، انت شايف كان 24 ساعة النساء وهي بتصلي، يعني ايه يا ابني المعرفة؟ هيعرف يعني ما فاتحة، خلاص كان اهدى، خلاص اهدى اهدى. اللي هو كان اسمه ايه؟ كان ابن امام مكة ده كان اسمه ايه؟ يعني عبد الامام مكة حاجة زي كده، او سالم سبلان. سالم سبلان، الله ينور عليك، يعني ابن المرأة، يعني خايف يسأله، يعني عبد المفتي خايف تسأله، يعني ايه اللي خلاك تسألها يعني؟ وهي اللي خلاها تجاوبك. هي لا، هي كانت تجلس بدون حجاب معه، تعلم الوضوء. ايوه يعني ارضعته، هو يقول لا، ما جلست بدون حجاب يعني ارضعته. يقول هي لما كانت تشوف عبد تنزع له، يعني هي كانت ترى جواز انه هي تنزع امام العبد. فبس كده، واحب اقول بس اللي هو ده اسمها حاجه، بس اللي هو انا عليها ديت اللي هو الرضاع بالكوبايه دوت، احب اقول له حديث ضعيف وانت كذاب، وطول ضعيف، عمرهم كذابين يعني، قال لك اللي هو بالكوبايه ضعيف ومقطوع، ده ممنوع عن اي الواقدي، ده ممنوع عن الواقدي، اي نعم والواقدي متروك الحديث اساسا. صح.
فهمني؟ شكرا، بس كده. شكرا لك، شرفنا بيك، يا اهلا ومرحبا. اهلا وسهلا بك استاذ. يا اهلا وسهلا، استمتعنا معك، يا اهلا وسهلا، مع السلامه، في امان الله، الله يحميك ان شاء الله، في رعايه الله. يا اهلا ومرحبا، هذا المفروض انا ما اختم ويا الاتصال، بس بعد عندي اتصالات كثيره. هذا يعتبر كنز، كنز كنز، هذا الاخ كنز، هذا الاخ كنز، هذا يحمل ملفاتهم كلها، ترى هو مو انسان عادي، وابوه شيخ ازهري، وهو شيخ، ولاحظتم يدخل بالكتب، يدخل من هذا الكتاب، يطلع من هذا الكتاب، مو متص، مو شيخ، هذا مو انسان عادي، وداخل مع مجتمعاتهم التوحيدية كلها. اللي أنا حتى سألت عن المسيحيين حتى أسمعكم إيش كانوا يسوون بهم، خطية، مساكين المسيحيين لعبوا بهم لعب في مصر. والشيعة طبعا كان هاي حس، شفتوا كيف كانوا يرقضون خلفهم يردون يقتلون. الحمد لله الذي هداه، ما علي شيء إن شاء الله تعالى، الحمد لله، ما نحاسب إحنا، بالعكس، معلوماته قيمة. أنا هكذا معلومات هذه تعتبر كنز، نعاملك معاملة الكنز، صدقني أنت كنز، يعني دخلت وعارف دينهم وعارف أفعالهم، يعني عارف الاثنين، مو تقول مجرد حتة مجاهد، لا، أنت شيخ طالب علم أصلا. الحمد لله الذي هداك، شرفنا بك، أرجو من جنابك الكريم أن تشاهد محاضرة بداية التوحيد عن قريب وتتصل بي معزز مكرم إن شاء الله.